تنغريب وكنحيي النادي الرياضي وكل الرياضي ديال تنغال على هذا الانتصار، واخا لان نوعيه اللاعبين الظروف النفسيه والظروف ديال الملعب الى اخره، ما سمحاش باش نطوروا واحد الماكاليتي واحد النوع ديال اللعب اللي بغينا واللي الفنا، الا انه كيعطينا طروبما وبالتالي كنصبحوا في يعني على قمه الهرم ديال الترتيب 16 نقطه. كنهنيو انفسنا من جديد على هذا الانتصار وكنهنيو جمهور التنغيري وبصفتي رئيس النادي الرياضي واحد التنغير، نعدهم بانه مستقبلا ان شاء الله غادي نجتهدوا في حدود الامكانيات اللي عندنا باش نوفروا النوع اللاعب اللي بغاو ونوفروا الان في مجموعه الشروط الموضوعيه باش تدخل الفرجه. ونتمنوا التوفيق مستقبلا النادي الرياضي واحد التنغير وفي المقابلات المقبله ان شاء الله، وشكرا والسلام عليكم.